السلام عليكم. احد المؤمنين سال احد المشايخ قال له شيخنا انا رزق ما يبقى عندي نهائيا، اليوميه اجيبها منها تخلص منها. قال له ايدك باكر تعزمني على الغداء، سوي لي غداء بالبيت انا اجيك. فثاني يوم عزم الشيخ على الغداء، قعدوا على الصينيه تغدوا وكملوا، ورا ما شالوا الصواني ودوها المطبخ قال هسه اريد اطب للمطبخ اغسل. قال له شيخنا هاي مغسله. قال لا اريد اغسل بالمطبخ. طب للمطبخ تكرمون فتح السله مال النفايات لقى التمن والخبوز والهاي كله بسلة النفايات. قال له تعال تريد تعرف الرزق وين يروح، تريد تعرف البركة مالتك وين تروح، هياتها بسلة الزبالة تكرمون. فهاي رسالة الكل أنبيت، هذا الأكل بويا لا تذبي بسلة النفايات، تمن يزود عزلي. حتى إذا أنت ما عندك دجاج، ما عندك فتش حيوان ياكله، جارك عده، لازم أكو حد قريب عليكم أو عزله، أخلي سلة النفايات واحد وسلة الصمون الزايد والتمن الزايد، عمود الله سبحانه وتعالى يحافظ على البركة عليكم. وهم شيء لا تنسون والدي بخالص دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله.